صلى النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue pendant 23 ans. Il donne da'wa envers l'adoration d'Allah tout seul. قاتل الكفار لمصلحة الكفار ليس لمصلحته هو عليه الصلاة والسلام. Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'il déclare la guerre, il venait fidèle, il déclare la guerre avec Zod pour vous autres bien les, pas pour bien les brûler. أراد أن ينقذهم من النار. إن أبي سوزوت لبيجي في الأنفار. ما قاتل عليه الصلاة والسلام أحدا إلا بعد أن أنذره وأعلم بالإسلام. يعرض على الإسلام. إذا أسلموا تركهم، إن لم يسلموا قاتلهم. يعني ما باغت أحد بالقتال، ما فاجأ أحد بالقتال عليه الصلاة والسلام. إجنوك الرسول صلى الله عليه وسلم سميت ديولوجي سي يبعت aucune personne dispose pour attaquer. Mais tout le temps, avant, il dit avec les autres, tout le temps, il appelle les autres, il met l'islam devant son travail. Avant la guerre, il présente l'islam devant son travail. Si les autres acceptent l'islam, il les autres. إذا لم يسلموا عرض عليهم أن يدفعوا الجزية ويتركهم. إذا أبوا الإسلام والجزية بعد هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقتل عليه الصلاة والسلام امرأة قط بل نهى عن قتل النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم بن زمان توي وكان مدام مي الدفان بن زمان توي بن مدام لفون باتاي ونهى عن قتل الصبيان الدفان توي بن زنفان والشيوخ ابن جمون كي فيي والمرضى جمون كي مالاد والعباد بن بن واشي بن زمان جمون كفوستي ما يقاتل إلا من يقاتله. منذ أن بعث إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى لم يبلغ عدد القتلى من الكفار لم يتجاوز 1000 تقريبا فقط. منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن مات ما بلغ عدد من قتل من الكفار ما بلغوا 1000 ما زادوا عن 1000. ولا يوجد منهم مرأة ولا طفل ولا عابد ولا شيخ ولا مريض. إبامي سبب جمون نبا مدام نبا في جمون نبا جمون كي مالاد إنبا نبا بنزنفان.